شيماء ابو ابرو روحوا قريشو حضروا شيرو امين شلومو واهلا وسهلا فيكم مره تانية ببرنامجنا يا رب لماذا هيك، حتى نعمل مراجعه سريعه لاخر محاضره حكيناها، هيك حتى نعمل مراجعه سريعه لاخر محاضره حكيناها، بينا كيف على اهميه قيامه ربنا يسوع المسيح من بين الاموات، وحكينا انه هي تأكيد على حقيقة انتصاره على الموت وعلى الخطيئة وعلى الشيطان، مشان هيك ما كان في مجال يبقى بالجحيم، بالعكس اثبت انه هو رب الحياة، مشان هيك قام باليوم الثالث معلن انتصاره على الموت اللي كان نتيجة الخطيئة، وانه الله الآب قبل ذبيحة الابن كفارة عن خطايا العالم كله، كل من يؤمن فيه كرب وكفادي وكمخلص. والشيء الثاني كمان اللي حكينا انه هو كمان هذا الشيء صار عربون الحياة الثانية، حتى يعطينا الرجاء انه في قيامة وفي حياة ثانية اللي من اجلها نتعب ونجاهد ونقاوم الذات وشهوات هالجسد الضعيف. الشيء الثالث كمان اللي كمان حكينا اهمية قيامة ربنا يسوع المسيح حتى نكون قادرين على ان نسلك في حياة روحية جديدة كحسب مشيئة ربنا، لأنه موت المسيح يعطيني القدرة حتى تنغفر خطاياي اللي أنا أتوب وأعترف فيها، لكن أنا كمان بحاجة لنعمة خاصة حتى ما أرجع أخطأ بذات الخطيئة وبنفس القوة، يعني قوة الخطيئة علي وبذات الضعف البشري. مشان هيك حكينا أنه مثل كيف أنه أنا آخذ استحقاقات آلام المسيح وموته من خلال سر التوبة والاعتراف تنغفر خطاياي وآثامي، لكن أنا بحاجة لمفاعيل قيامته اللي أنا أعيشها من خلال سر المناول اللي هو سر الحياة، إني أنا حي بالآب فمن يأكلني يحيا فيا، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه، وبالتالي أنا بحاجة لاستحقاقات ومفاعيل قيامة ربنا يسوع المسيح حتى أكون قادر أنه أنا أسلك في حياة روحانية جديدة. وبالمثل كمان مثل هلا تصوروا واحد عم يتعمد، نحن دائما نقول المعمودية هي موت مع المسيح وقيامة معه أكيد، لكن ليش نحن نعطي كمان الميرون اللي هو الروح القدس؟ تصور واحد عم يتعمد، تعمد وانغفرت الخطية الجدية وكل خطاياه إذا كان هو كبير وراشد وعمله، لكن هو بحاجة لنعمة الروح القدس، أنتم الذين أخذتم الروح القدس، بنصير نحن جسد لربنا يسوع المسيح، كل الذين اعتمدوا بالمسيح المسيح قد لبسوا، أنتم هياكل روح الله وروح الله ساكن فيكم. مشان هيك دائما نشوف أنه سري المعمودية والميرون متلازمين مع بعض البعض، من خلال سر المعمودية ناخذ استحقاقات موت المسيح وآلامه، وكأنه نحن من خلال ممارستنا لسر الميرون اللي هو عطية الروح القدس وحلول الروح القدس حتى هالروح القدس يعطيني الحياة في المسيح ويعطيني أن أعيش بحياة متجددة حقيقية، كانوا عم باخذ استحقاقات قيامة ربنا يسوع المسيح مثل ما هو قام أكون أنا قادر أن أعيش القيامة بحياتي. مشان هيك مثل ما تعرفوا أنه سنتنا الكنسية الطقسية تبدأ بأحدي أحد تقديس الكنيسة وأحد تجديد الكنيسة، وهذا الشيء مميز كمان بكنيستنا السريانية الأرثوذكسية، نقول نحن دائما تقديس الكنيسة أنه كيف ربنا قدس كنيسته، مين كنيسته؟ هو أنا، هو أنت، هو أنت اللي عم تشوفونا وتشاهدونا، نحن الحجارة الحية بهالكنيسة. الكنيسة ما هي الحجر، الحجر هو المكان اللي يعني عم يجمع الكنيسة الحية، نحن والكنيسة الحية. الكنيسة ما هي الحجر، هي المكان اللي تجمع الكنيسة الحقيقية، يعني كلتنا أعضاء مثل الجسد اللي فيه أعضاء مختلفة، في عين وفي إذن وفي أنف وفي إيدين وفي إجرين، هيك نحن كل واحد فينا، كل واحد بمركزه، كل واحد بوظيفته، كل واحد بعمله، نشكل كلتنا أعضاء مختلفين لهذا الجسد الواحد اللي هو رأسنا مين؟ ربنا يسوع المسيح. عشان هيك مار بولس يقول أنتم اللي تتناولوا
هذا الجسد واحد اللي هو ربنا يسوع المسيح، بصير جسد واحد في ربنا. عشان هيك ربنا لما نحن نتناول كلتنا من جسد ودم ربنا بالكنيسة، كلتنا كأنه عم بيحولنا لجسده، ونكون نحن حقا إن أعضاء حقيقيين فيه. مشان هيك نقول إنه ربنا قدس الكنيسة لما خلق هالكنيسة اللي هو أنا، هو أنت، هو أنت، على صورته ومثاله. وكمان قدس الكنيسة بالعهد الجديد من خلال آلامه ومن خلال موته الكفاري من أجل خطايانا. لكن ربنا بسابق معرفته يعرف أنه الإنسان معرض أنه يخطأ، وبعد ما يقدسنا يعرف أنه الخطية رح ترجع كمان تتملك علينا وتسيطر علينا. عشان هيك أعطانا القدرة أنه نعيش التجدد بحياتنا. إذا الله بمحبته ما قدس كنيسته، أعطاها قدرة التجديد أيضا. عشان هيك أحد الأول نسميه أحد تقديس الكنيسة، والأحد الثاني نسميه أحد تجديد الكنيسة. وهذا الشيء نحن ما هو مجرد حكي، ناخذ استحقاقاته بالكنيسة من خلال الأسرار الكنسية اللي هلأ أنا حكيت عليها قبل شوي. سر يكمل سر، سر المعبودية أخذ فيه غفران الخطايا هو موت الإنسان الجديد، وأنا أصبح خليقة جديدة في ربنا يسوع المسيح بالمعبودية. وسر الميرون يكمل عمل سر المعبودية ويعطيني الروح القدس حتى يعطيني القدرة أنه أنا أقوم. لا تشمتي بي يا خطيئة، لا تشمتي بي يا عدوتي، لأني إن سقط أقوم عن الخطيئة. فهيك الروح القدس يعطينا القوة، يعزينا ويقوينا ويشددنا حتى نكون قادرين أنه نكون على مثال ربنا يسوع المسيح. وبالمثل مثل ما أنا آخذ استحقاقات شركة آلام ربنا وموته من خلال سر التوبة والاعتراف، هيك آخذ استحقاقات سر قيامته من خلال سر الحياة اللي هو جسد ودم ربنا. هيك السر يكمل سر. هيك نحن يكون فينا نقول يعني وصلنا على نهاية جوابنا على هذا السؤال اللي هو ما أهمية قيامة ربنا يسوع المسيح. نرجع نعيدها مرة تانية. أول شيء التأكيد على أن الفداء تم، التأكيد على أن الخلاص تم، التأكيد على أن المسيح قدم ذاته ذبيحة مرضية أمام الله الآب، وأن الله الآب لن يعود يذكر خطايانا وآثامنا، طبعا آثام كل اللي آمنوا وتابوا واعترفوا باسم ربنا. الشيء الثاني هي صارت عربون الحياة الثانية، حتى صار ربنا مثل لكل اللي يوما ما رح نقوم كلتنا في يوم القيامة، وإن شاء الله تكون قيامتنا هي للحياة السعيدة، لأنه حتى الأشرار رح يقوموا، لكن رح يقوموا للدينونة بعيد من هون. لذلك طالما نحن إن آمن في ربنا وعم نعيش حسب مشيئته وبموجب شريعته اللي هي شريعة المحبة، رح نقوم كلتنا يوما ما حتى ننال المكافأة كحسب وقت وعده الأمين والحق. والشيء الثاني حتى نكون قادرين أن نعيش حياة روحانية جديدة لكي نسلك في جدة الحياة الروحية. هلأ في عنا كمان سؤال ينطرح، أنه أنا مرات كثير أقع في ذات الخطيئة مع أنه أنا عم بعترف وأنا عم بتناول. وأكيد أنا بخبرتي والتقائي مع كثيرين من الشباب من الجنسين نشوف أنه هذا السؤال ينطرح، ومرات نشوف يعني الشاب يعيش حالة من اليأس إن صح التعبير، أو فقد الرجاء، أو التشكيك في ماهية السر. أنه يعترف اعتراف رسمي أكيد قدر الإمكان، ويتناول قدر الإمكان بعد الاعتراف، ويشعر طبعا ولو إلى حين أو إلى فترة أنه هو ما زال عم يضعف، ما زال هالشهوة مسيطرة عليه، ما زال هالخطيئة عم تشتغل في أعضائه، ما زال هو ضعيف أمام هالضعف هذا اللي عم يعترف فيه. أول شيء لازم هيك نحكي بشكل مختصر عن أهمية ممارسة سر التوبة والاعتراف كما يجب. يعني نحن مرات كتير ما نعترف كما يجب. أول شيء لازم نعترف أمام أبونا أكيد، يعني الاعتراف المباشر بيننا وبين الله مقبول، لكن هذا يتم بالبيت ويتم لأنه هذا
يعني يمكن التوبة. يعني تصوروا أنا ممكن أعترف لأبونا اعتراف كامل بكل خطيئتي، لكن أنا ما عندي النية أنه أنا أتوب أو أتغير، أو أنا بيني وبين حالي أنه أنا من حقي أعمل هيك. مثلا شو ما كانت الخطية تكون، ممكن أنا أعترف أنه أنا أذيت فلان إنسان وجرحته وأهنته، لكن بيني وبين حالي أنا ما أعترف أنه أنا أخطأت بحقه، هو يستحق هذا الشيء، يعني هو عاداني، هو كان يعني اللي ابتدأ هذا الشر معي، شو استفدت؟ يعني مثل ما كان واحد يضحك على الله. لذلك أهم شيء تكون في اعتراف بيني وبين الله بالبيت أو بالكنيسة، اللي هو مش مشكلة، بس هذا الاعتراف الذاتي بيني وبين الله مع توبة، مع دموع، مع حرقة قلب، مع اعتراف داخلي حقيقي انه يا رب انا اخطأت وانا اكره الخطيئة وانا ابغضها وانا نادم عليها شو ما كانت تكون، هذا الشيء اكيد مقبول ولازم يكون اول شيء، لانه قبل الاعتراف اللي هو التوبة، والتوبة هي داخلية ما هي خارجية، الاعتراف ما هو اعلان التوبة الداخلية. تمام، هي شغلة مهمة كثير. هلا ليش نؤكد على اهمية الاعتراف الشفهي بين الإنسان والكاهن؟ أولا هذا السر اسمه سر الاعتراف، يعني ما فينا نحن لحالنا نحلل ونربط، ما فينا أنا أقول أنه الكاهن كمان إنسان مثلي ليش أنا بدي أعترف أمامه، لأنه ربنا قال من حللتم خطايا حلت، من غفرتم خطايا غفرت. هذا أول شيء، هذا السر ربنا وضعه. شيء ثاني، هلا بدي أحلل أهمية الاعتراف العلني أو الشفهي الواضح أمام الكاهن. أولا أنا أخذ الثقة الكاملة أنه خطيئتي انغفرت، ما ممكن الشيطان يشككني يوما ما لا بحياتي ولا عند مماتي أنه خطيئتي لم تغفر، لأنه أنا عم بعترف شفهيا وعلنيا أمام كاهن شرعي له سلطان الحل والربط بسلطان من ربنا، من حللتم خطايا حلت ومن غفرتم خطايا غفرت. هاي أول شيء. الشيء الثاني انه الاعتراف، لمجرد الاعتراف الانسان عم بيقوم بعمل تواضع، وهي شغله مهمه كثير. اذا نحن راح نصف الشيطان بكلمه او بوصف نقول الشيطان متكبر، ليش؟ لانه هي الخطيه اللي وقع فيها الشيطان. الشيطان ما زنى، الشيطان ما قتل في البدايه، تكبر على الله. اذا خطيئة الكبرياء هي أخطر كل الخطايا، لأنه إمتى لا تسيطر على إنسان تجي كل الخطايا وراها. مشان هيك أعظم سلاح أنا ممكن أقاوم فيه الشيطان المتكبر شو هو؟ سلاح التواضع. يوما ما أتذكر جاء الشيطان إلى القديس مقارس الكبير، هذا قصة حلوة موجودة بكتاب بستان الرهبان، وقال له أيها القديس مقاري لقد غلبتني. قال له بماذا غلبتك؟ أنه أنا ما آكل كثير أو أصوم كثير. قال له شو يعني أنا ما آكل بالمرة؟ قال له لأنه أنا ما أنام كثير، كان مرات يبقى 20 يوم بدون نوم. قال له شو يعني ما تنام كثير؟ أنا ما أنام بالمرة، يعني بالنسبة للشيطان شغلة عادية. قال له لأنه أنا عايش بالجبال وبالبراري وبالقفار. قالوا هذا مسكني وهذا مكاني، مكان إقامتي. قال كان شو بغلبتك؟ قال بتواضعك. فاختفى الشيطان وراح وما عاد يظهر له له القديس مرة تانية. إذا مشان هيك بده تواضع. مشان هيك أنا شفت كثيرين من الشباب يصوموا كثير ويصلوا كثير، لكن ما يعترفوا، يخجلوا من خطيتهم. فمثل كأنه هيك الشيطان يبقى مخبى بحياتهم، مثل ما سكن من الإيد اللي تجعن ما معنا. عشان هيك الاعتراف الفردي كثير ضروري، لأنه طالما أنا ما عم بعترف فرديا أو شفهيا وبكل وضوح وبصراحة أمام أبونا، كأنه أنا في كبرياء داخلي. كبرياء موجود يعني الشيطان موجود، هو مكان، هو يعني الشيء اللي يمثل الشيطان بحياتي. عشان هيك لما أنا أعترف أمام أبونا كأنه أنا عم بسحق كبرياء الشيطان، أنا عم بحط نور ربنا على هالخطية الداخلية اللي أنا عم بحاول أخفيها بخجلي أو بالحياء البشري تبعي. هاي شغلة مهمة كتير، أنه يكون اعتراف رسمي واضح وبتوبة وبخشوع وبتواضع،
أنا هيك بدي أسحق الشيطان وكبرياءه، مستحيل ينوجد أو يحاربني بذات القوة على الأقل في البداية، إما ما ربنا يعطي هذا الإنسان السلطان الكامل عليه. والشيء الثالث كمان ممكن ينحكى، إنه ناخذ كان هيك نشوف عمليا تكملة لكلامي، وهذا الشيء يعني أكيد يعني ممكن أي واحد فيك أن يختبره. 60-70% من قوة الحرب تروح وتخف إذا كان هذا الاعتراف بهالشكل، اعتراف فيه توبة وفيه ندامة وفيه يعني تواضع وخشوع. ليه؟ لأنه الشيطان ما يطيق يتحمل تواضع الإنسان وكيف هو كشف ضعفه أمام أبونا. الشيء الثالث كمان هو ياخذ الإرشاد، لأنه أنا ممكن يعني كيف بدي آخذ الإرشاد اللي هو بمثابة هذا الدواء من أجل خطيئتي إذا أنا ما اعترفت لأبونا بهالوضوح وبالصراحة، صح؟ كل خطية إلى إرشاد إلى دواء. مشان هيك شوفوا عظمة هالاعتراف الفردي اللي كثيرين من الشباب خاصة والشبيبة يبتعدوا عنه، هاي بحيلة شيطانية طبعا، لأنه دائما آباء القديس الكنيسة يعلمونا أنه دائما الشيطان يعني ينزع منا الخجل أو الحياء وقت الخطية. إمتى يرجع لنا الحياء مرة ثانية؟ لما نريد نحن نعترف، كله حتى طبعا تبقى خطيئته فينا ويبقى هو موجود ويقلق هذا الإنسان. فمشان هيك لازم دائما يكون اعترافنا هالاعتراف اللي فيه تواضع وفيه خشوع، ودائما نشعر انه اكيد كلتنا خطاة، في حدا منا بلا خطيئة، ما في غير ربنا يسوع المسيح تبارك اسمه، هو اللي لبس جسد شبه الخطيئة تبعنا، اخذ ذات طبيعتنا لكن بدون ما تسيطر عليه الخطيئة. يوم ما تحدى الكل وقال من فيكم يوبخني على خطيئة، تبارك اسمه، ما حدا استرجع من كل هالكتبة والفريسيين والمنافقين والأشرار اللي حواليه، ما حدا قالوا نحن نمسك عليه خطيئة أو ذلة معينة. لكن مع ذلك كلتنا بشر، كلتنا معرضين للخطيئة وكلتنا معرضين للضعف البشري. لكن بالعكس الإنسان اللي عنده الشجاعة يعترف هذا إنسان قوي بالأكثر، هذا يدل على نقاء قلبه وأفكاره بالأكثر، هذا يدل على محبته لربنا، إنه هو مستعد يضحي بكبرياءه وغروره وأنانيته في سبيل ينال الخلاص من خلال غفران خطاياه. إذا لا نخاف من سر التوبة والاعتراف اللي ناخذ فيه الغفران الحقيقي لخطيئتنا اللي اعترفنا فيها، واللي ناخذ كمان الإرشاد من خلال هذا الشيء، وآخر شيء ناخذ كمان أكيد القدرة على أن نحن نقاوم الشيطان بتواضعنا وبدعتنا اللي نحن نعترف فيها أمام ربنا بحضور الكاهن. نجي للفقرة الثانية من جوابي بعد ما حكينا على أهمية الاعتراف العلني الشفهي. بعد ما هذا الإنسان اعترف هذا الاعتراف الرباني اللي هو كحسب مشيئة ربنا وإرادة ربنا، صار أهل لأن يتناول، وهي كمان شغلة مهمة كتير. في كتيرين أنا التقيت فيهم شباب ولا غير شباب، يعني شوي يكونوا حتى كبار بالعمر، يقولوا لي سيدنا نحن ما نستحق أنه نتناول جسد ربنا ودمه. أنا كان أجاوبهم ليش مين فينا مستحق يتناول جسد ربنا ودمه؟ تصوروا في أعلى طغمة من طغمات الملائكة تدعى بالسارافين، لهم 6 أجنحة بجناحين يغطوا أعينهم تهيبا من رؤية ربنا، وبجناحين يغطوا أرجلهم لأنه يشعروا بعدم النقاء والاستحقاق أن يقفوا أمام حضرة الله، وبجناحين يطيروا ويسبح الله قدوس 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 قديش قديش قديش. تصوروا ملائكة السرافين، هذول ملائكة المحبة الإلهية، ملائكة الحضرة الإلهية اللي موجودين بحضرة الله ليل نهار، يشوفوا حالا غير أهل أن ينظروا إلى كمال مجد الله. فمين أنا أو مين أنت أو مين أنت اللي هلأ عم تشوفوني وتسمعوني، مين فينا مستحق يقول أنا أستحق أنه أنا أشوف الله، أنا مستحق أنه أنا أتناول الله؟ لكن هذه بنعمة ربنا، هذه بمحبة ربنا. ربنا قال
تعالوا لي جميع المتعبين والثقلي الأحمال، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. ربنا عم يدعونا، واللي قال ما جئت لكي أدعو أبرارا بل خطاة للتوب. هل يحتاج إلى الصحة إلى طبيب؟ بل المرضى. في حدا منا ما هو مرضان بالخطيئة؟ في حدا ما هو تعبان بالخطيئة؟ في حدا ما منا الخطيئة مرة أو اثنين أو عدة مرات، ممكن حتى باليوم، سيطرت عليه بالفكر أو بالقول أو بالعمل؟ لذلك لا، هاي خدعة من الشيطان لما يقول أنه أنا ماني مستحق أتناوله. أنت مستحق بتوبتك، لأنه ليس بار، ليس ولا واحد بشكل كامل. يقول الصديق يسقط 7 مرات في اليوم ويقوم. كيف صديق وكيف يسقط 7 مرات؟ معناتها بتوبته، معناتها ما في صديق كامل بمعنى بلا خطيئة. لا، هو صديق، هو بار بتوبته، بندامته اللي عم يتجدد فيها. تصور 7 مرات عم بيقوم، لاحظوا الفكرة؟ لذلك التوبة والندامة هي اللي تعمل القداسة، هي اللي تعمل البرارة بحياته. مشان هيك لازم الاستحقاق هاي، مشان تخلوها كمان فكرة كتير مهمة، كلمة انه انا مستحق ان اتناول جسد الرب ودمه، هي من خلال التوبة. انت تايب، انت ندمان، فاذا انت مستحق. هاي خلصنا منها. هلا نجي على المناولة. المناولة اعطيكم هيك مثل على أهميتها ودورها بعد ما أنا يكون عايش حياة توبة وندامة واعترفت، مثل ما هلا حكيت قبل شوي. أعطي مثل، تصوروا إنسان عنده جرة مي، وكل يوم لازم يروح يقطع حوالي 1 كيلو متر إلى عين ماء حتى يعبي هالجرة هاي، لكن هالجرة ما عم ينتبه إنه فيها ثقب من تحت، فهو إمل ما يرجع البيت مرة ثانية حوالي 1 كيلومتر، ينفذ هذا الماي من الجرة، يرجع ثاني يوم يروح يعبي هالجرة من عين المي حوالي 1 كيلومتر، ويرجع مرة ثانية ما يبقى إلا شيء، يعني شيء لا يذكر، يا دوب هو يشرب منه. طبعا السؤال اللي أنا أسأله، شو عم يستفاد هذا الرجل من هالتعب تبعه؟ لأنه الجرة دائما ما عم يبقى إلا شيء بسيط منه. طبعا ظاهريا نقول انه ما عم يستفاد، لانه المي كله عم ينفد، ما عم يبقى الا يا دوب هيك شربة مي ان صح التعبير. لكن هو عمليا شو عم نقول؟ انه هالجرة عم تتجدد داخلها، ما عم يبقى المي فيها، ما عم يعفن المي فيها، عم تبقى صالحة للشرب. ليش؟ لانه هالمي دائما عم يتجدد منها، ما عم يبقى المي فيها راكن او ساكت. هيك أنا أعطي المثل أنه أنت يا شاب أو أنت يا شابة، لا تزعلوا لما تشوفوا أنه أنت عم تتناول وصاركم أشهر أو سنوات حتى، يمكن ها بعد كل مرة عم تعترفوا وتتوبوا فيها على خطيتكم، بس تيجي وقت لابد هالمناولة تعمل عملها في جسدكم وفي روحكم وفي فكركم. ربنا أمين قال الكلمة التي تخرج من فمي لا تعود إلي فارغة، بل تنجح فيما أنا قد أرسلتها إليها. هاي كلمة الله حية، وفي أعظم أنه أنا أتناول جسد ربنا ودمه. معقولة هاي ما راح تكون إلا مفاعيل، بس بدها صبر. مشان هيك هاي من أكبر الحيل اللي الشيطان يستخدمها ضد الشباب إجمالا وجيل هذا الزبان هذا، اللي هو يشككهم في عمل ربنا من خلال هالضيقات وهالشدائد اللي يجلبها على الإنسان، واللي يحاول يشككه أنه الله غير قادر أنه أنت تقوم من خطيئتك، يعني أنت ملكي، كل حالات أنت ملكي، وهذا الشيء طبعا غير حقيقي. هلا أكيد مرات ربنا له مشيئة أنه يعيفنا هيك نجاهد شوي، لأنه هذا كله استحقاقات، يعني هذا ما في شيء رايح. يعني أنا أتذكر يذكر عن أحد الرهبان بهذا بكتاب ستان الرهبان موجود، كان الظهر عايش بدير، هذا الدير فيه يعني عالم سياح كتير، وكان كل فترة يقع بالزنا، يعني ما هي مجرد هيك خطيط بالفكر أو بالنظر، دائما طبعا يقع بالزنا، فيرجع يبكي ويندم
ويبلل فراشه بالليل انه يا رب سامحني واغفر لي وانا موجود بظرف كله فيه خطيه حوالي. اخر شيء يعني الشيطان هيك تعب منه، ظهر له قال له ما تخجل على حالك انه انت كل مره تزني ترجع تبكي مره تانية وتتوب وهيك، ما تخجل على حالك. قال له انا طالما فيني نفس، طالما فيني حياه، بدي ارجع واتوب. هون الشيطان ما عاد يتحمل هذا الشيء لانه يعرف هذا كله استحقاقات بالنسبه له، تركه وما عاد يجربه مره ثانيه. فاذا كل تجربه الى نهايه، يعني هذا الشيء لازم نعرفه، كل تجربه الى نهايه. وربنا لما يشوف صبرنا وامانتنا مثل ما علمنا انه بالصبر تقتلون انفسكم، الذي يصبر الى المنتهى هذا يخلص. وكل واحد فينا ربنا يعرفه معرفه شخصيه، يعرف المه، يعرف تجاربه، يعرف ضيقاته، يعرف المعاناه تبعه، يعرف الظروف الصعبه اللي محاطه فيه واللي هي عم تحرضه على الخطيئه، يعرف الحياة الطويلة اللي عاش بخطية معينة تجد ظروف معينة، وهلا هو عم يندم على هذا الشيء ويريد يتوب ويجدد، حاشا أن الله يتركه. لكن كل شيء ناخده بالصبر، بالصبر نقتني أنفسنا، الذي يصبر إلى منتهى هذا يخلص. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى أي إذا تبرر ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب الذين يحبونه. فكل شيء بده صبر، ما في شيء يتم بين يوم وليلة، نحن علينا نجاهد. حاشا أن الله يسمح أنه أي واحد فينا عنده رغبة أنه يتوب ويندم، وربنا عم يشوف أنه عنده الرغبة أنه يتوب ويندم، ودليل هو اعترافه وتوبته وندامته أنه يموت في هو بحالة خطيئة ويهلك. حاشا، هذا ربنا أب قبل ما هو يكون إله ومخلص. إذن عشان هيك بدنا نجاهد، وكل شيء بالصبر رح نناله طالما عم نعترف وعم نتوب وعم نندم وعم نحمي حالنا قدر الامكان من كل سبب خطيئه، ونمشي باسترشادات ابونا وتوجيهاته بعد كل اعتراف، وعم نتناول رب هذا جسد ربنا ودمه. ربنا قال من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وانا فيه. اثبتوا فيه كما أن الغصن الذي يثبت في الكرمة هكذا يأتي بثمر كثير، هكذا أنتم أيضا إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تأتون بثمر كثير ويدوم ثمركم. تصوروا مثل هذا الغصن اللي موجود بالشجرة أو بالكرمة، طالما هو موجود بالكرمة عصارة الكرمة الحية الحقيقية تسري في هذا الغصن وتعطيه الحياة، لكن إمتى لقطعنا نحن هذا الغصن ورميناه بعيد أكيد رح يجف ورح يحرق. هيك نحن طالما موجودين بالكرمة مثل ما ربنا قال أنه أنا الكرمة وأبي الكرام ونحن الأغصان فيه، فما نخاف أكيد. حاشا أنه عصارة الكرمة الحقيقية اللي تعطي الحياة تكون بلا فايدة أو بلا نفع، حاشا، لأنه هذا ضد صلاح الله وضد كمال الله وضد أمانة الله وضد قدرة الله. الله القادر على كل شيء، إذن رح ناخذها، لكن أكيد حتى لما أنا في كل مرة أسقط وأقوم بنعمة ربنا وأتكل عليه وأثق فيه، أنا أمجد ربنا بالأكثر أنه أنا أثق فيك يا رب أنه ما رح تتركني ورح تساعدني، أثق فيك أنه سر الحياة اللي أنا عم بتناوله بعد كل مرة أتوب وأندم رح يشتغل في أعضائي ورح يعطيني الحياة. لذلك المهم أنه نحن نستمر في توبتنا وفي ندامتنا وفي مناولتنا، والله لما يشوف صبرنا ومحبتنا هو أكيد حاشا أنه ينسى كل محب وكل من يدعوه. هو اللي قال الذي يقبل إلي لا أطرحه خارجا. ونهاركم المبارك ونشوفكم بحلقة جاية إن شاء الله.